جل شأن الله من على الأسماء فبها ندعو وبها نخشى. جل شأن الله جل شأن الله من على الأسماء فبها ندعو وبها نخشى. أعزائي متابعي قناة فادي التعليمي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات صيانة الأجهزة المنزلية. معنا اليوم مكنسة كهربائية ألمانية نوعها سيمنز ميد ان جيرماني، و 220 فولت 50 هرتز 1000 واط و 1200 واط. خلينا نشوف شو مشكلة هذه المكنسة. الآن لو شغلنا من مفتاح التشغيل اشتغلت، لكن ركزوا على المكان هذا، لكن مجرد ما حركنا هذا السلك حركة بسيطة بيشتغل، حركة صغيرة بيطفي. هاي أكثر المناطق اللي بتتعرض للخراب، المنطقة هاي لأن كثر الحركة يصير الماكينة تشتغل. ممكن كمان يعني إذا صبرنا عليها أن تؤدي إلى احتراق المنطقة هاي أو عمل شورت كهربائي. نفتح ال طفيناها الآن، نفصلها من الكهرباء. الآن بعد ما فصلنا الكهرباء تأكدنا الكهرباء مفصولة، بنرفع الغطاء. هذا الغطاء بيجي كبس من الجهة هاي ومن الجهة الثانية، هون نرفعه بالشكل هذا وشوي شوي لأنه هذا فيه له أسنان هون ممكن تتكسر. رفعنا الآن الغطاء، في تحت الغطاء هون بروغيين بدنا بمفتاح زائد أو مصنع، ونبدأ نفتح بهذا البراغي اثنين. استنى اكبس الكوردين. الآن بعد ما فصلنا البراغي الطويلة هاي برغيات طويلات، بيطلع عندنا الغطاء هذا شوي شوي. في عندنا هون مجموعة من البراغي، نشيل هذا. الآن بعد ما طفينا الكهرباء بدنا نفتحها بواسطة مفك عادي، تكون مكبوسة بشكل هذا. احنا فاتحينها بس يعني انت بمجرد ترفع بالشكل هذا، من الجهة الثانية بترفعها بحيث تطلع الغطاء هذا. الغطاء اللي موجود هذا في عندنا هون برغيين تحتيه احنا فاكينهم، طبعا بفك مصلب براغي طويلة بتفكها برغيين، هذا واحد وهذا واحد، هون برغيين هذولا للغطاء هذا. الان الغطاء هذا لاحظوا في فتحة هون على مستوى المفتاح، نرفع الايد هاي وبعدين نرفع الغطاء شوي شوي. الغطاء له وضعية يعني لازم يركب بالشكل هذا، هذه الوضعية بالنسبة للغطاء. في كمان تحتيه غطاء ثاني، وغطاء الغطاء الثاني هذا موجود تحتيه اسفنجة، هذه لها فتحة هون مقابل المكان هذا الفراغ هذا هيك، يعني هاي لازم تركب بالشكل هذا، ما تركب بيك ولا اي اتجاه ثاني، بالشكل هذا مع الركوبة. هاي الاسفنجة. الان هذا السلك، هذا مكان دخول السلك، وهذا المكان القطع بيكون بالمنطقة هاي. احنا بنحاول في برغيين هون بالداخل بنحاول نفكهم، خلينا نفك البرغيين في الداخل اللي ماسكات. هذول الماسكات الكيبل الكهربائي اللي داخل الى المكنسة او المحرك المكنسي. ستيل بين الخطين. الان بعد ما فكينا هذول القطعتين، هذه القطعة هاي الغطاء اللي بيمسك الكيبل، هذا الكيبل في الداخل واضح هيك، بدنا نسحبه بالشكل هذا، ندخله بالشكل هذا مشان نقطع مسافة يعني 10 سنتي. هذه المسافة بالمنطقة هاي، القطع بالمنطقة هاي بيكون مش مبين عليه هون برا، هذي هون بيكون القطع بالمنطقة هاي. فاحنا هاي المنطقة بنشيلها، بنقطع من هون
بنقطع من هون الكيبل وبنحرر هاي الجزء بنشيله. قطعنا المسافة هاي. طبعا هون باقي مقطوع سابقا معدل عليه. نشيل التب وبنوصل هذا مع هذا الجزء. الان بدنا نعري هذا الازرق مع الازرق والبني مع البني ستيل. الان بدنا نفتح هذا الكيبل اما بالمشرط او بالقطاعات بالمتصف هيك المقطع وبنفتح هذول القطعتين على بعض هيك بشدهم هاي المكان بالشكل هذا. هذا البلاستيك العازل بدنا اياه بنقطع كله وبنعري الجزء هذا وصل على الراي بشكل هذا. عرينا الجزئين هذول بنربط الازرق مع الازرق. طبعا يفضل هون عمل عقدة عشان ما تنسحبش بشكل هذا عشان نلف عليها التب الان ونوصل الازرق مع الازرق. والبني مع البني بس خليني اشوف لك الان احط التب عليها هذا الجزء الاول هذا الجزء الثاني السلك الثاني هيك مسكت لفت التب بالشكل هذا حطها باصبعنا حتى ينتهي مكاني نقطع بشكل وبعدين نحط السكين مع بعض ونفس الشيء نبدا نلف عليهم تب برضه نفس الطريقه بالشكل هذا. الان هي صارت الوصله جاهزه بنخبيها مكانها بنخبي الاسلاك مكانها وبنرجع كل اللي عملناه بالترتيب. هاي اول شيء راح نركبها القطعة هاي راح نركبها على الكيبل الموجود في الداخل وسط مفك مصلب بنوصلها عشان تثبت الكيبل ستيل. طبعا قبل نجمعها بنجرب انه احنا فعلا قطعنا الجزء التالف ولا لسه وبعدين بنجمعها كامل. الان بعد ما حطيناها بالكهرباء بدنا نجرب نفس كفه اذا العمل تبعنا 100% صحيح. خلينا نجمعها الان نرجع نجمع قطعة قطعة. الغطاء هذا اللي عليه اسفنجة في فتحة هون هذه الفتحة بتدل على مكان التثبيت هون يعني هذا المثلث لازم تدخل هون بالضبط تطلع هاي المثلثة هون مقابلها يعني بنجيب هاي على الخط اللي هون وبنحاول ندخلها مكانها ننظر إلها هيك وندخلها مكانها بالشكل هذا حتى تستقر في مكانها. هذا الغطاء ركب 100% ستيل. الان هذا الغطاء الثاني اللي بدنا نغطيه لازم عندنا فتحتين هون في عندنا فتحتين بالجهه هاي لازم يركبوا على بعض هون نجيب هاي على هاي مع شرط انه فتحه المفتاح تكون موجوده بالشكل هذا. هذا ركب. الان عندنا الغطاء هذا بالاول الغطاء هذا بركب سواء هيك او هيك نفس الشيء نركبه بحيث يدخل في مكانه المخصص بالشكل هذا. هذا ركب. لازم ندخل البرغين الطوال الان هذولا في مكانهم ونشدهم.
نتأكد من الثاني كمان مشدود مظبوط. بظل عندنا الغطاء الأخير هذا وبيجي كبس فيه الأسنان هنا، بدنا نحافظ عليهم ما يخربوش بشكل هذا. هيك بكون انتهى عملنا، ويعطيكم العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جل شأن الله من على الأسماء، فبها ندعو وبها نخشى. جل شأن الله، جل شأن الله من على الأسماء، فبها ندعو.